انه يحب يسمع الناس اللي يقولوا لك غلط باش يصلح الخطا، يصلح الخطا ويحسن من ادائه. اما اللي يجي يلقاه حشاكم في الخراء ويقول لك هاي راك هاي سيد الرئيس، الله يراك هاي سيد الرئيس، يبقى في الخراء، يبقى قاعد في الكاكا الى ان تقوم القيامه، لانه يعني شايف روحه بلا عليه. الرئيس تبون كيجيو التقارير يقول له انا في وضع هاي وراي الدنيا هانيه ورانا ملاح، شوف روحه بلي صح مليح ويبقى كما راهو. بينما كيجي واحد يقول له ودي راك غلط، بس تبوا راك غلط. انا الان نقول له تبوا راك غلط، يكذبوا عليك. نعطيو مثال مثلا. الامر الاول اللي حبيت نقوله انا باش يكون على باله سي تبون وغيره اذا كان ما عندوش خبراء يقولوا له، انه سعر البترول حاليا راهو ما بين 67 68 دولار، و سعر البترول سينخفض الى اقل من 60 دولار مع بدايه 2025. هذا كلام مش تاع سعيد بن زدير، انا لست خبير في البترول، هذا كلام خبراء في البترول والاقتصاد والماليه، خبراء في الاقتصاد والماليه والبترول. يقول لك ان 2025 سينخفض سعر البترول وتكون ازمه خانقه للدول المنتجه والمصدره للغاز والبترول، والجزائر دوله تعتمد على الغاز والبترول. ميزانية 2025 ستكون أقل من السنوات الماضية لاعتبارات كثيرة. لكن عاودوا رجعوا للخبراء تلقاو أن يقولوا أنه 25 سعر البترول سينخفض ليصل إلى أقل من 60 دولار، يوصل 60 دولار وممكن أقل من 60 دولار، لأنه بلغ أكثر من 80 دولار الآن ينخفض، ينخفض حسب السوق الآن راهو 67 68 دولار، سينخفض إلى 60 دولار وأقل من 60 دولار. السؤال يا سي تبون، الناس اللي كانوا يقولوا لك باللي اعطي للشباب مليون و700 وزد لهم زوج ملايين والماكثات في البيت والمطلقات والهجلات والارامل والطفل قاعد في الدار والشوماره والزطايليه والشلقله والشلقله، هذو من راح تخلصهم؟ من راح تخلصهم؟ سندخل في ازمه خطيره وخطيره جدا. هذه كانوا يكذبوا عليك سي تبون، وحنا ما نكذبوش عليك، نقول لك باللي راك كنت غلط. سياستك هذه سياسه نتاع توزيع الريع غلطه، وستندم ونندم معك على هذه القرارات، لأن الملايير اللي راك تمدوا فيها لجماعة الزطلة والماكثات وهذا وهذا، لو كان جمعتهم درتهم مشاريع منتجة رحمة ربي، مشاريع منتجة. شحال تعطوا الزطايلية في الشهر؟ زوج ملايين. جمعوهم له تاع خمس سنين وست سنين وعطوهم المشروع، قال هاك تركتور روح تحرف، هاك تركتور روح تحرف، هاك مزرعة اسقيها وخدم فيها، هاك بير نحفروا الكبير وروح اسقي البطاطا والطماطيش. ما نعطيهمش زوج ملايين وقاعد تحت الحيط من الصباح ل 11 يقول له خطو طيب لي قهوه ويضربها بكف، ومن بعد تروح تشري كارو زطله وتشري كاشيه ترقد، ويستنى الشهر الجاي زوج ملايين، ويستنى الشهر الجاي زوج ملايين، خمس سنين ويدي زوج ملايين. جمع له دوك 5 ملايين، جمع له دوك زوج ملايين تاع خمس سنين، شري له تريكتور، شري له تيك توك، ولا قلت تيك توك يسموهم يا ربي هذوك تيك توك ولا يسموهم تاع مصر هذوك المطوات، وشري له وخليه يخدم، شري له فرقو صغير وخليه يخدم على روحه. اعطيه محل وجهزه له، قال له فيه قهوه وكراسه وكذا كذا ومنوميه، وقال يفتح قهوه او مطعم او حاجه، اعطيه ورشه يخدم ينتج، ما تخليش يتعلم الرقاد. لانه قضيه هذه نتاع الشوماج موجوده في اوروبا، ولكن في اوروبا يضمنوا له انه يوجدوا له عمل بعد ست شهرين ثلاث شهور، يلقى له خدمه. احنا في الجزائر وين يلقى له خدمه؟ المصانع سكرت توخرت، وين تلقى له خدمه؟ وين تلقى له خدمه؟ الشوماج راه يزيد يزيد، الناس راهي تحرق. إذن هذه السياسة يستبون خدعوك وغلطوك فيها. الأمر الثاني قضية السيارات، سي علي عون اللي راه يقول لك السيارات نفتحوا مصنع بعد العيد وبعد رمضان وبعد عاشوراء وبعد شهر عاشوراء وبعد كذا، كله كذب، وهذا عنصر أساسي في تكريه الشعب. الشعب تكرهوه في الحكومة، شوفوا الوزراء كاع كذابين. العبد الضعيف سعيد بن زدير نقول لكم أنا مستحيل يكون مصنع سيارات في الجزائر، مستحيل مستحيل. وهذه قضية صناعة السيارات في الجزائر كلها خرطي. المرة الوحيدة التي كانت فيه الصناعة في الجزائر هي صناعة جزائرية 100% أيام الراحل المرحوم هواني بومدين. لأنك أنت لما تجيب لي سيارة فيات وتقول لي ركبها في الجزائر، هذه مش سيارة جزائرية، هذه اسمها فيات. جيب لي رونو، هذه اسمها رونو. جيب لي فولكسفاجن، اسمها فولكسفاجن. جيب لي كيا، هذه اسمها كيا، ما هي الجزائر هذه. أنا كنت نقول صناعة جزائرية، تولي الصناعة جزائرية، سوناطون صناعة جزائرية. سوناكوم تاع بومدين صناعة جزائرية، لأن في وقت بومدين الله يرحمه الجزائر كانت تصنع شاحنات سوناكوم من أجود الصناعات الميكانيكية في إفريقيا، وكانت تنافس حتى بعض الشركات العالمية. نعم
كان سوناكوم تاع الجزائر كان ينافس كثير من الصناعات العالميه. سوناكوم كان يشارك في رالي باريس داكار ويفوز في الرالي. سوناكوم كان يجول الصحراء الجزائريه. الحافلات نتاع سوناكوم كانت من الجزائر تمراس طالعه هابطه. ليبيوس الحافلات تاع سوناكوم. الكوامو تاع سوناكوم. التركتورات المخيرين كانوا التركتورات تاع قسنطينه يسموهم التركتورات سيرتا. يخدموا في قسنطينه مصنع الجرارات في قسنطينه سيرتا. المطوات من اجود المطوات في افريقيا يسموها دراجات قالمة يتخدموا في قالمة. الان وراهم سوناكوم كاميو وراهم سيرتا تركتورات وراهم المطوات قالمة وراهم الاليات نتاع الاشغال العموميه في وقت بومدين. كانت الجزائر تصنع ليبيل وهذا الصوالح لي زونجا وليبيل كانت تخدمهم الجزائر كانت تصنع من الجزائر. نعم نصنعوهم 80% صناعه بالجزائريه من 80% يبقى الموتور فقط اللي الجزائر تستورد من المانيا. بومدين كان يستورد المحركات الموتورات يستورد من المانيا داير عقد مع المانيا يجيبون الموتور الماكينه الالمانيه ولكن صناعه الشاحنة أو الجرار أو المطوات أو لزوجة 80% جزائرية. 80% جزائرية كانت عندنا الصناعة. نعم الآن عندنا نفخ العجلات وراحوا العجلات ولينا الروض ولينا حاصلي بهم الروض ولينا حاصلي بهم ورا الروض ما كانش أزمة الروض في الجزائر في وقت اللي عندنا ميزانية نتاع 200 مليار نلعبوا بها في العام ما عندناش رود روضة النفس ما عندناش لأنه عندنا وزراء كذابين. عندنا وزراء كذابين يخدعوا الرئيس في اجتماعات يقولوا لنا درنا كلش يخرج الشعب يقول بعد رمضان نفتح الكروسين بعد كذا بعد كذا ولينا حاصلين في رب العدس ما عندناش. وزراء يتكلموا على الانتاج والامن الغذائي وحنا ما عندناش الروز والعدس كاين عين الدجاج يستردوا فيهم. سياسه عرجاء حكومه فاشله حكومه فاشله بكل مقاييس. يكذبوا عليكم يقول لك على الجزائر دارت اتفاق مع ايطاليا سيارات فيات كذاب يقول لكم كلام هذا. فيات ليست ايطاليا فيات فرنسية شراها مجمع بيجو فرنسي. كاين مجمع في فرنسا مجمع وش اسمه هذا المجمع هذا يا عزرينو ستيلونتيس هذا يا ستيلونتيس هذا مجمع فرنسي يملك شركات مبينة بيجو تاعو بيجو شرا فيات ولات فيات فرنسية 100%. وعيش وزير الصناعة ما يقولش للشعب أن فيات راهي تابعة لبيجو فرنسية خايف أنه الشعب يقول له فيات فرنسية يا أخي قلت قطعنا باب فرنسا وقطعنا العلاقات مع فرنسا وطز فرنسا كذا يخدعوا في الشعب يقولوا سيارات إيطالية فيات ماشي إيطالية. ما تكذبوش يا الشعب ما في الحكم فيات تبع فرنسا بيجو فيات فرنسية 100% تبع شركة بيجو وما تقدرش تخدم مستحيل. إذا كان قدرتوا تصنعوا سيارات فيات هذه في الجزائر الحاجة مش لاهمي تقدروش تكذبوا على الشعب تكذبوا على الشعب كما كذبتوا على الشعب 5 سنين تاع رونو من 2014 ل 2019 شفتوا تبلعطوا في الشعب رونو رانا نخدموا في رونو رانا نخدموا في رونو لكن ما قلتوش الحقيقه انهم هربت رونو ملايير الدولارات والاوروات للخارج. ما يجب ان يعرفه الشعب الجزائري انه شركه رونو الفرنسيه في وهران جات في 2014 وجات بخرطي لا قانون لا والو هكذا اتفاقيه جاو ودخلوا قال لك احنا ركبوا السيارات يجيبوا السيارات مفككه ديمونتي من رومانيا ومن اسطنبول ومن المغرب يجيبوا دي كونتينر من رومانيا من اسطنبول تركيا ومن المغرب يركبوه في الجزائر يمونطيهم في الجزائر ويخرجوهم يقول لك صناعه جزائريه. والسيارات التي تباع في الجزائر من نوع رونو لا توجد في العالم توجد في رومانيا وفي تركيا وفي المغرب وفي الجزائر. في فرنسا ما كاش عمرك انت في فرنسا شفت لوغان انا نشوفه في فرنسا كيف لقيت لوغان لوغان موجه لدول العالم الثالث نتاع بوم قربع بوم قربع يسموها هكاش لوغان هذيك النوعيه اللي جابوها لوغان هذه تتباع في رومانيا تمشي طيطي تمشي تراكسوني ب 7000 اورو تتباع في رومانيا او عندي السعر تاعها جبت الرسمي تاعها تتباع في رومانيا ب 7200 7200 اورو في رومانيا تمشي تراكسوني حجبها الجزائر يديكلاريوها ب 13600 اورو 13600 اورو تدخل الجزائر يعني ضعف. واش معناتها؟ يهربوا 6000 اورو تهريب 6000 اورو تهرب تهريب تديها رونو للحسابات نتاعها في اوروبا رومانيا وكذا كذا يدوا الدراهم. رونو لما دخلت الجزائر في 2014 دخلت في اتفاق مع الجزائر قال احنا نبداو قباش نبداو نبداو احنا 10 مليون دولار
10 مليون اورو، وانتم الشركه الجزائريه 10 مليون دولار 10 مليون اورو. دخلوا ب 20 مليون اورو، ومن بعد راحوا البنك الجزائري سلفوا، يعني الشركه اللي داروها داروا شركه جزائريه فرنسيه 51 49 او 50 50، هذوك حطوا 10 مليون اورو وهذوك حطوا 10 مليون، ولات عندهم شركه جزائريه، شركه جزائريه لتصنيع السيارات رونو. اي سيدي واش نديروا؟ روحوا سلفوا دراهم لا بنك. منين لا بنك؟ من سوستي جينيرال؟ لا لا، سلفوا البنك الجزائري. روحوا البنك الجزائري سلفوا من عنده. اوكي روح سلف من الجزائر. قداه؟ 180 مليون. 180 مليون دولار، 180 مليون اورو. اصبح المبلغ 200 مليون اورو. 200 مليون اورو، فرنسا قداه عندها؟